السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا زي ما وعدناكم في الفيديو اللي فات، اللي هو الفيديو لو جاب 5 لايكات هنكمل في سلسلة بابجي. وطبعا رجعلكم النهاردة ننفذ وعدنا ونلعب تاني مع احمد. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. ازيك يا عمر؟ هو ده احمد يا جدعان. طبعا اسف عشان احنا بقالنا شهر ما نزلناش، طبعا عشان الدراسة يوم الحد الجاي بقى، فانتوا عارفين بقى ممكن فينا ننزل غير كل 2 3 كده. فهي طبعا شكرا على التفاعل الرهيب، بعد عندنا 20 مشترك. شكرا، يا رب نوصل 100,000 مشترك او 1,000,000 مشترك. احنا ده دلوقتي احنا ننزل الخريطة العادية، وهننزل انا واحمد بس. جاهز يا احمد؟ جاهز يا عمر. اديني اشيلك يا احمد. يديله بالبراجوت. اوبا، في ناس كتير نازلين معانا يا جدعان. بالهبل، ربنا يستر علينا. بالهبل، ربنا يستر علينا. طبعا يا جماعة احنا اول ما ينزل هنموت 100%. طبعا ماما خلينا ننزل هنا. انميز اهيد. يا عم انت بقى متقلقانين. فين البتة؟ تمام، هي خش البتة هنا. حبيبي حبيبي. طبعا انا مش فيها ورا الصح. متقلقني يا عمر دي. روح انا معايا مسدس. موت يلا، انت بتلعب مع عمر يلا. مفيش هزار يابا، مفيش هزار. موت يلا يا اخي موت. ده انت رخم. بكره السلاح ده. انا حلو احسن من مفيش. I got supplies. هنا سلاحين، سلاحين هنا يا احمد. يلا تعال تعال يا صاحبي. استنى استنى، في مسدس لقيته انا. قصدي سلاح جميل قوي. فك هو راح هناك. فك كان في هنا عيال شفتهم. enemies ahead. طب فين السلاح يا عمر؟ في واحد هنا اهو. راح فين الواد؟ اقسم بالله شفته. طبعا يا جماعه انا ماشي ورا عمر عشان اي حد يجيبه او ما سرق كل دول كالعاده. يلا كلات يا معفن، الله يسامحك. ليه كده يا عم؟ الله يسامحك يا عم. والله في طلقات هنا للسلاح اللي معاكم، مش هسيب لك ولا طلقه. مش عايزه. ايه عاد معايا 205 طلقه. مش عايزه. وفي هنا طلقات للسلاح اللي معاك برضك اهو. ايه ده انت رميته؟ مش عايزهم معايا بالهبل. ماشي يا عم. مسطول حبيبي يا احمد. يا احمد تعالى. الواد طلع، الواد طلع. ركز، الواد في البيت اللي قدام. هنا enemies ahead. اوعى تموت، اوعى تموت. انا جاي لك يا عمر. انا معايا سموك. معايا سموك. انت فينك انت؟ انا هنا اهو. بص انا هملك سموك. ما تعملش حاجه. اوعى، انا خد السموك اهي. سموك هنا اهي. خدها وارميها. اتك عليها. انت معاك سموك؟ ايوه. ربت. اعمل لي بسرعة. متفجر. موت. حمام. هقول ايه؟ حمام. يا عم ايه ده يا عم ده يا عم؟ لا انت قمت سايب القنبلة ليه؟ سبت القنبلة ليه؟ يا ريتك عملتني يا عم. يا ربي. الجيم اللي فات يا احمد كان ارقاده كده، ايه تسليه كده. اما الجيم ده لازم نكسب، يعني هنكسب. ماشي ماشي. هتشوف يا عمر الجيم ده نطلع المركز الاول وعلى ضمانتي يعني. عند شمالهم برضه كان ينزل بوشينت. انا عايز بقى الراجل ينزل بوشينت. ايه يلا بقى طالما انتوا كده.
يا نهار ازرق، ده نزل الدروب في اخر الدنيا، ده فوق الجبل. اسمع بقى الحته دي، هروح للدروب برضه في الهيكل فين؟ خدي يلا هتهزر هتهزر ما تهزرش عشان انا غبي، انا ممكن افجر العربيه بيه. ما تهزرش، انزل انزل انزل، اركب انجز يا اركب يا عم، انجز يا عم، اركب يا احمد، انا عايز اسوق. انجز يا عم، يا عم هتفجرها وفي الاخر هتنزل بقى. يا احمد اللي بتاعها هتتفجر بيك، انزل طلع الدخان، انزل انزل اجري يلا هتفجر. اركب انا ممكن انزل افجر هذا. طب ما تبعش انزل انزل بقى. طب سيبني اسوق بالله عليك، انا بحب اسوق معرفش ليه. خد اشرب. تبعت عني ليه يا عم؟ يا عم انت بنزل. شبرا شبرا شبرا، انزل غير المقهى. طب انا ليه غير المقهى؟ ليه تبعت عني ليه؟ هفتح المكتب دايما مستعد مني. صح، انا طالع معاك في مبلغ كتير جدا. في واحد بكار يا احمد، في واحد بكار، في واحد بكار، في واحد ايه قدامي. تعالى لي تعالى لي تعالى لي، في واحد. اجري اجري، انميز اهيد، في بكار قدامي. اوه احمد كان لسه دلوقتي بهزر معايا وقام جاي خد العربيه ومشي. خلصت لي طلعات على الفاضي، الله يسامحك احمد ما تعصبنيش تاني يا لا. انا قلت انا قلت له يا جماعه، انا قلت له هتضيع طلقات على الفاضي. قال لي عادي، لقيت طلقات غير، انا بقى اللي لقيت طلقات غير. طب هات لي حبه برضك، احنا فريق. ولا عارف، مش هديك ربع طلقه، ربع كده الربع مش هدول. ماشي كل كل دياي كل دياي. انا عرفت ليه في هنا دروب. ركز احمد بقى عشان في دروب. هسيبك انت تاخده وانا هعملك بالسكوب. تمام، بس استنى بس نقرب منه. اهو يا احمد، اوبا ما بحبش انا الحته دي. اوبا نروح لعمر يا جماعة. من هنا يا عم تعال. هو انا شايل السلاح، ما معيش قنابل اصلا. والله العظيم ما معايا غير كوباية دخان وكوكتيل وبتاع. هندور على الدروب وهنجيلكوا يا جدعان. طبعا يا جماعه انا ما عنديش مجهود زي عمر، زي عمر التليفون بتاعي ايفون اكس ماكس اس الجديد. روح يا احمد يا احمد، روح يا احمد يا احمد. ده الدروب اللي لقيته، الدروب اللي لقيته عنده ناس كتير. انميز اهيد، تلعب بموتوس ليه يا احمد؟ بتلعب بموت سريح. ولا من اي حاجه، انا اللي بلعب باس اي، خد بالك عشان عندي ناس هنا. طبعا في واحد رايح لعمر وانا ولا هعمر هناك. خلاص انميز اهيد، الحقني يا احمد الحقني، جاي لك جاي الحقني يا احمد. ايه ده انت بتعمل لك نوك؟ لا ما تعمليش نوك الحمد لله. انا جاي لك جاي لك، عندي ناس موت، عندي ناس نار هنا. يا نهار ازرق، ناخد الدروب. ما تاخد يا غبي، قصدي يا زكي. ايه ده؟ تاخده تاخده ما كده كده بنور. جاي لك جاي لك، اجري اجري. هموت عادي هموت عادي هموت عادي هموت عادي، بس انت الحقني يا احمد بيتك. تسلم يا تعالى لنا بقى حبيبي حبيبي يا احمد. احمد بيلعب، يخرب بيتك انت بتلاقي وانت سايبني اموت. يخرب يلعب الواد ما حبت، يخرب الحقني يا احمد هموت. بيتك يا احمد، تعالى خش البيت خش يجري. اموت اموت انت يا اخي، اوعى يا اخي انت غبي، انت
قتلته ده الواد ده كان يخرب بيتك يا شفتك يا ساتر يا رب. شفت على فكره لولا كنت مت انت حبيبي يا حبيبي. تعرف بس ممكن اسيبك ها ايه كان ممكن اسيبك يا تستجرى. ايوه استجرى ربنا استجرنا كلنا وهنروح في 60 داهيه بسبب الدروب يا عم. يلا يا عم بلا دروب بلا بتاع انا بس اهلس نفسي. الحمد لله ربنا فرجها عليا كان من اول الجيم كنت عامل ايه تركب بسرعه ولا عايز تركب. خد يا عم يا عم يا عم الجامعه صغير خالص يا عم بتعمل ايه خش بس جوه. انت بتعمل ايه انت يا احمد بص يا احمد طب اركب عشان ممكن بلع عليك انا. اهدى اهدى يلا يا عم انزل بس 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 يا عم انزل يا عم نزلت اهو. بص بقى حته الفاروق للجروب دي بقى يا عم الحته دي تحديده بص بقى الحركه هموتكم ان شاء الله. اوبا فاضل غير اربعه في الدنيا ركز يا ركز يا اوعى تخبيط شويه. تعالى لي يا عمر ايه اللي عمل لك كده انت ما انت نزلت من العربيه جايه ها ستيت واحد واحد اتكلم بسلام بس انا اسف انا لسه بجد في عمر انا مالك انا مالك انا مالك شفت الولاد ده ما موتش كان جيم حلو يا جماعه. لا لا احنا استنى نشوف دول هاكر ده هاكر اكيد هاكر فين اكيد اتفرج عليهم كده هاكر هاكر استنى شوف لا مش هاكر هاكر عرفت ازاي ما انا عارف ما اعرفش بس هو انا عارف هو كده وخلاص بس ازاي قتلنا من المسافه أيوة هاكر ازاي قتلنا من المسافه دي كلها. طيب ما كانش في طلقه مش بتيجي فينا كانت كل الطلقات جايه فينا هاكر 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 بس استنى شوف بقى اللي مش عارف هاكر انا مش فاكر بس خلينا نتفرج دينا عادي بس انا يعني هو جابنا من مسافه بعيده جدا يعني كمان ما كانش في طلقه مش بتيجي فينا كل الطلقات جايه جوه في عمر استنى نشوف الاثنين معاهم سكور مش عارف بان. لو واحد معاه اي دبليو ام يبقى مش هاكر اما لو واحد معاه كل الاثنين معاهم اسلحه عاديه يبقى هاكر اصل ما فيش ولا طلقه ما جاتش فينا كل الطلقات كانت متنشنه بدقه. يا ابن الايه كنت طبعا يا جماعه كده مش هاكر. طب وانت ايه اللي عرفك؟ طيب بقولك ولا مفيش ولا طلقه ما جاتش فينا. انا قلبي بيقول لي دول ناس طيبين مش هكر. يا جدع اسكت طبعا يا جدعان للناس اللي بتقول ان احنا بنلعب ضد بوتات يعني بالله عليكم دول بوتات قولوا لي بقى دول بوتات. يا رب يا جدعان ظالميننا على طول. في واحد هناك ويخرب بيت ولا فوق كان في واحد هناك يا عندي. طبعا يا جماعه وكده يا شباب نكون وصلنا لنهايه الفيديو. فلو عجبك الفيديو ما تنسى تشوف احلى لايك وتشترك في القناه لو انت لسه جديد معانا. يلا سلام.